معانا ام محمد من اسوان. سلام عليكم يا ام محمد. السلام عليكم، ازيك يا دكتوره هاله؟ عامله ايه؟ وحشتينا خالص والله. الله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا ام محمد، ربنا يبارك فيك. نورتي الدنيا والله. الله. نورتي الدنيا، نورتي الله. الدنيا. الله يبارك فيك، ينور بيك وبالصالحين يا رب، اللهم امين. الله. بس يا دكتوره هاله، انا ليا عند حضرتك ثلاث اسئله. ثلاثه؟ حاضر. ثلاثه. معلش، ما انت متاخره علينا، بقى هنعمل ايه؟ عينيا ليكي يا حبيبتي، اتفضلي. بص يا دكتوره هاله، انا متجوزه تقريبا دلوقتي اللي هي يعني 20 سنه، 18 سنه 20 سنه كده. تمام. ومن ساعه ما اتجوزت، احنا جوازنا كان تقليدي يعني، جواز صالونات زي ما بيقولوا. تمام. بس انا من ساعه ما اتجوزت وانا جوزي مدمن الافلام الاباحيه. ادمان ما بعده ادمان يعني. لدرجه ان كنا لسه متجوزين جديد، وفوجئت ان هو بيعمل الحاجات دي. فقلت له والله يا ابن الناس، انت لو مش مرتاح معايا واحنا مش قادرين نعيش في بعض، فخلاص احنا لسه في بدايه الدنيا. قال لي لا مش كده، اصل انا حاجه دي متعود عليها من زمان ومش عارف ايه. المهم دكتوره هاله، الموضوع اتطور، انا سبته خلاص. فقلت له انت ليك ما عليا، ان انت لو جيت مره وطلبتني، انا قلت لا، يبقى ساعتها نقعد قدام ربنا واللي ليه حق عند الثاني ياخده. ماشي. هو كان بسبب الحاجات دي كان ممكن يمتنع عني، ممكن بيقعد بالسنه. طبعا. او طبع. مثلا ممكن انا من الحمل، من اول ما اعرف نفسي ان انا حامل لحد بعد ما رابعه بكثير جدا، وهو ما فيش اي علاقه. فالمهم جه عيالنا كبروا، فابني الكبير برضو ابتدى هو يشوف بابا بالحاجات دي. ابتدى هو يقلد. ابنك شاف وبقى يعمل زي باباه. سنه كام سنه؟ حرام يا ابني. الابن سن كام سنه؟ الكبير 18. الكبير 18. والوسطاني برضو 14 15 سنه ابتدى يقلد. بس اللهم لك الحمد يعني ان انا قدرت اسيطر على الموقف. يا بابا حرام، يا بابا عينيك، يا بابا يا بابا كذا كذا كذا. هما شافوا ابوهم وهو بيعمل كده يعني؟ شافهم؟ شافوا هما وجم بيقولوا لي يا ماما، طب انت بتنصحينا، طب ما هو بابا كذا. قلت لهم بابا احنا مالناش دعوه بيه يعني. بصوا، هو كل واحد لا تزير وزيره وزر اخرى حبيبي، مالناش دعوه. بس انت عينيك تقبل ان ربنا ياخدك وانت على الوضع ده، ومن مات على شيء ضاع فلا. المهم انا قدرت يعني، انا معايا ثلاث ولاد. جدع. الولدين الكبار دول ابتديت ايه يعني، حكمت الموضوع. جدع. هو مع نفسه لحد ما فتره من الفترات، هو باباهم بينهر ابني الكبير، بيقول له اللي انت بتعمله ده غلط، واللي انت بتشوفه ده غلط، واللي انت مش عارف ايه، واللي انت ايه. راح ابني راح صاح فيه، راح قال له انت بتنصحني انا وبتقول لي انا كده، طب ما تقول لنفسك اللي انت متجوز واحده كل الناس بتحسدك عليها. انا على الاقل مش متجوز. بص في نفسك، امسح الفيديوهات اللي على الموبايل بتاعك. طيب احنا وقفنا لحد كده؟ ما وقفناش. ليه بقى؟ برضه احنا مستمرين على طول. جيت فتره عرفت ان هو اساسا كان بيحب واحده ثانيه، والثانيه ما اتجوزهاش ومش عارف ايه. المهم ان هو فضل يحبها لحد يعني، لحد ما انا عرفت ان السنتين فاتوا. هو ده السبب اللي بيخليك انت تعمل حاجه زي كده؟ انت مش متقبلني يعني؟ بيقول لي لا، ده انا مش دعوه بده. طيب انت يعني انت بتعمل كده ليه؟ بصي يا دكتوره هلا، انا مش هكذب عليكي، انا وصلت لمرحله انا قريت. بصي انا عامله دلوقتي زي ما يكون واحد عنده عيل معاق، كل اللي هو يقدر عليه ان هو يغسل الغيارات بتاعته وبس. تمام؟ عيالي انا اللهم لك الحمد قادره اسيطر عليهم، قادره اتحكم فيهم. بس انا دلوقتي بتحكم فيهم هم قدامي، انا ما اعرفش هم ممكن بره يعملوا ايه. الله يحفظهم لك. اللهم اني، فانا دلوقتي هل مثلا يا دكتوره هاله، ان انا لو طلبت الطلاق، بصي يا دكتوره هاله انا اتكلمت معاه كتير وتحاورنا كتير، لدرجه ان انا قلت له لو انت مش قابل الوضع ده يعني، لو انت مش قابلني انا مش مريحاك، اتجوز. قال لي ما عنديش القدره الماليه اتجوز. طيب. قلت له طب هو انا مش مريحاك؟ راح قال لي لا، ده انه تمام، وانا ببقى مبسوط وببقى مش عارف ايه وببقى ايه وببقى ايه. طب ليه؟ قول لي ما اعرفش. ما انا هقول لك ليه. انا هجاوبك وهشيل لك اللغز ده من دماغي واقول لك ليه هو بيعمل كده. الافلام الاباحيه، انا بس الضرر عندك دلوقتي اصبح ضرر متعدي. يعني هو مثلا عاصي،
مستتر. يعني انت على معصيه دلوقتي وانت بتشاهد الامر، والله امر طبيعي، بتقولك بيقعد بالسنه بعيد عني، امر طبيعي اللي بيشاهد ليه؟ لانه شايف يعني اقول ايه، بستغفر الله، يعني هيتعجبه زوجته ابدا، وبيطلب حاجات، طلبوا حاجات غريبه وعايزين وضع غريب وكذا، فامر طبيعي. اللي بيشاهد الافلام الاباحيه لا يرضى بزوجته، دايما في خلاف معاها او سايبها، اهو انا متجوز عشان شكل الزواج والعيال وخلاص. لكن خلي بالك الامر هو عاصي. طب انت عاصي مستتر، تجهر بيها ليه؟ يعني ايه اللي خلى الاولاد دخلوا على الهيستوري مثلا؟ يعني استر نفسك، يعني انت بتعمل معصيه استر نفسك، وادعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو ربنا يعافيك منها. لان طبعا يعني كارثه لو الواحد مات على امر زي دوت، كارثه. وفي احاديث رهيبه لسيدنا عبد الله بن عباس في تفسير يعني، لانه طبعا اكيد هيشوف هياتي زوجته، طب وخياله في واحده تانية، استغفر الله فيقسم، ولا استغفر الله هيخلص معنا، يعني كل الدنيا بايظه، هي المنظومه دي كلها والفكره دي كلها بايظه. ادعو الله سبحانه وتعالى له بالتوب. استتر الضرر دلوقتي، ضرر متعدي، عشان خاطر الاولاد اللي سمعوا حاجه زي كده، والاولاد اللي شافوك انت بتعمل وبيعملوا حاجه زي كده، وسن مراهقه وسن صعب جدا جدا، سن يعني فور الشباب وتغير في يعني كيمياء الجسم فطبعا يعني، وما فيش زواج الا بيشوفه بيبقى 28 و30 وبعدين يبتدي يفكر بقى هخطب. يعني مع ان زمان كان بيبقى على 14 سنه على 15 سنه خلاص. الشاهد اعمل ايه؟ واتطلق ما تتطلقيش، هو هيفضل كده. طب هيتغير وكلمته؟ مش هيتغير الا اذا الله عز وجل من عليه بهزه قلبيه ولا توبه داخليه ولا امر داخلي، لازم قرار التغيير يجي من داخله هو، من نفسه هو، وان الله سبحانه وتعالى يمن عليه بالتوب. اصبري عليه وانصحي قدر المستطاع. الله سبحانه وتعالى يحاسب العبد على ايه يا محمد؟ على انك انت قلت له نصحته، او الله يا رب نصحته. طيب مع عمل يحاسبني عمل ما عملش؟ لا، الله اكبر من كده، يحاسبك نصحت بس، ولكن تلطفي في النصيحه. وانت يا راجل ده ناس ده اي كلام، العالم دي عايشه في كذا، وبعدين ده يعني الناس اللي بتموت على كده. المهم انت تفضلي تنصحي بالايه؟ بالحسنى، وتنصحي له وتدعي يا رب خلصه من الامر، يا رب كرهه في الامر، يا رب تتقطع النت عن الحاجات دي كلها يا رب، والناس اللي نشر المواقع دي والحاجات دي. سبحانك يا رب، ادعو الله سبحانه وتعالى يعني له بالتوبه، واصبري وانصحي رب عيالك، انتبهي لاولادك، الكلام ده حتى في الامر الخاص اللي بينك وما بينه فاهميه، قولي له الامور دي بتخلينا مع بعض مش كويسين، وتخليك انت ذات نفسك مش مبسوط وزاهد فيها، وانت تحاسب شرعا، تحاسب ان هو بعيد عنك الفتره دي. فانصحيه وقولي كده وادعي ربنا سبحانه وتعالى، ودايما ذكريه ما تسيبهوش، دايما ذكريه ولكن بالحسنى. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بصلاح الحال انت واهل بيتك اجمعين، اللهم امين.